فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وكذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع ليكون عبرة لهذه الأمة. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فالله أنزل الكتاب لأجل هداية الناس للحق فيما اختلفوا فيه، لأن المختلفين ليسوا كلهم على حق، لا شك، وإنما يكون على الحق بعضهم والكثير على الباطل. من هو الذي على الحق؟ هو الذي وافق الكتاب الذي أنزله الله، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإذا أردنا أن ننهي النزاعات والخصامات فإننا نرجع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهدى الله الذين آمنوا، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، يعني ليس لهم عذر، لأنهم ما تركوا الحق عن خفاء في الدليل، بل الدليل واضح، وإنما تركوه لاتباع أهوائهم وإعراضهم عن الدليل. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، ما هو السبب؟ بغيا بينهم، بغى بعضهم على بعض، والبغي هو التعدي، فما كان لهم أن يبغي بعضهم على بعض لو أنهم رجعوا إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فالله جل وعلا وفق أهل الإيمان بأن بقوا على الكتاب، فلذلك لم يحصل بينهم اختلاف تضاد. نعم يحصل بينهم اختلاف تنوع واجتهاد، وهذا لا يفرق بينهم كما هو معلوم ومشاهد. فإن المسلمين ما زال بينهم الاختلاف في المسائل الفقهية والاجتهادية، ما زال الاختلاف موجود، ومع هذا لم يوقع بينهم شقاقا وقتالا ونزاعا، وإنما الذي يوقع في ذلك هو اختلاف التضاد، وهو أن يأخذ طرف بغير الحق ويريد أن الناس يوافقونه على مذهبه، وأن يترك الكتاب والسنة ويذهبوا معه إلى الباطل، فلذلك يحصل الاختلاف والاقتتال.